لو لسه ضميرك بيأنبك على كل غلطة بتعملها فاحمد ربنا، لو لسه بتندم بعد كل ذنب أو معصية بتعملها فأنت إنسان كويس وفيك الخير، وهيجي اليوم إن شاء الله اللي هتسيب فيه الذنوب والمعاصي كلها. ولو بتعرف تفرق ما بين الحلال والحرام احمد ربنا إنه يثبتك على الطريق المستقيم. لو لسه جواك خير ادعي ربنا سبحانه وتعالى إنه ما يمحوهوش من جواك في غمضة عين، بس إياك ثم إياك ثم إياك إن أنت تسيب نفسك للذنوب والمعاصي والمستقيم تنقع ده بكل اشكاله. اياك بعد اي ذنب تعمله تسيب نفسك وتقول هي كده كده خربانة. اياك تبعد عن طريق ربنا حتى لو بتغضبه في بعض الاوقات. هتعمل ذنب صلي وتوب وارجع. هتعمل كبيرة من الكبائر ما تبعدش برضه. هتغضب ربنا بافعالك ارجع له وتذلل ليه سبحانه وتعالى. دايرة الذنوب والمعاصي وان انت تسيب نفسك لفتن الدنيا دي كلها دي حفرة كبيرة قوي. ولو وقعت فيها هيبقى صعب قوي الخروج منها. ادعي ربنا سبحانه وتعالى انه يبعدك عن الحفرة دي، علشان اللي بيقع فيها للأسف بيخرج انسان غير سوي الا من رحم ربي. يا رب يثبتنا جميعا على الطريق المستقيم.